خاف بعدين الحين سؤال عادي تاخذ على محمل الحزن عادي الواحد يهوجس مع نفسه اكيد الهوجاس ما يجي كله مع نفسه بعدين الصور عصب ليش الحمد لله الحمد لله ان في احد يقدر ان الواحد يسولف اسمع اسمع الدبه الحمد لله انا ما كنت اسولف الا مع مراي اسمع الدبه بعدين الصور عصب ليه ليه هي استبعد من البرنامج نذر ما رجع سواها وهرني الله في ارنب زعلان ابو شاكر لا قاعد احن يا ولد اساس مبيع عيال امسكوا سلامي على نواف امسكوا بطولكم ابن عياش عياش سلام ان حار يرد البل على الوباء وباء اسمع ذب باذن الله لكم من يوعد في الكرنفال بيكون في حضور اسطوري والله في قصيدة خارقة ابو شاكر وابو عشق وملهي لا عندي ذب عندي ذب يقولك في ارنب زعلان ليه ليه؟ يعني مسكوا بطونكم ذي تضحك يلا ها يقولكم في أرنب زعلان ليه؟ ليه؟ ما سوى كرك رحل حبيبي 24 ساعة من نفسه وش فيك؟ ودك تتزوج أنت ولا لا ملكة شرطة سيارات أنت ولا إيه؟ هو شرطة سيارات أنت أنت إذا رحت هنا تشتري مثلا مكرونيا 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 هو سوى تحكيم العقلة بعد اسوي نفسي يعني اني انا زعلان ما اروح اصوت بستبعد اقلب وجهك باللعنة الشيء الثاني اللي هو سلمان ملهي سلمان ملهي هذا رجل يا اخي غريب الاطوار ما تعرف له نفس كلامي بس سبع شك لو تقول لك يا بالحال قال اوف قول لك يا بالحال رجل متحطم معجب شخصية ما تعرف لها قريب من الأرض وهو بالضبط سواء يمشوا مع بعض عادي نواف عياش كلامه كله شفت خلني نواف عياش محمد مفرح شخصية أقدرها جدا وأحبها خلها غصب عنك لا صاحب العم سلمى ملهي بسام عشق خلاص يا جرس الانذار يا مزعج خلاص الله يهديك طلعت شخصيتها طلعت شخصيتها بسام عشق بقرة هذه مو فقرة بسام عشق لو تقول لك يا ما يحب اي شيء في الدنيا لو بس حمضيات بيض الله وجهه اعلاميا طبعا اعلاميا الحمضيات هذه يقدرها الظهر اكثر من شيبانه هذه الدنيا لازم تتفسر سعود العتيبي سعود العتيبي رجل والله الذي لا اله الا هو طرقن عنك طرقن عنك يبون كذب يتكلموا الرجال يسكتون الباقي الرجال ما يهمسون سلطان الهمين الرجال يرفع صوته الله ياخذ هذا نعم العيد اسكت حبيبي انا جالس اتكلم مع قريني انا اتكلم مع قريني انا اتكلم مع قريني اسكت ولا اسمع منك حرف انت زلفك الناشر ارفع صوتك بس اسمع اسمع يا شباب يا شباب كم ما اقدر اسوي صراحه بالي 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 السلام عليكم هلا عيال هلا توك رجع شلونكم طيبين رجع فيوزك بعشق هلا وسهلا اليوم عز الله مقامك كيف الحال بالي طيبين ايش حالكم يا اخي شوف الحين انا كنت اسولف مع قريني قبل شوي في كذا شخص قطع لي موضوع جدي صراحه نبي موضوع اسمع يا سلمان نبي موضوع جدي 10 دقائق يلا والله لان يا ولد عشان تفضل ابو خالي عطنا مشاكل نبي الموضوع اللي هو انك تكون انسان سريع التحطم لازم نعالجها عرفت علي شلون؟ طيب ليه الانسان يصير سريع التحطم؟ فجاه كذي يقوم بينسحب ولا يقوم يسوي له امر معين والله اني اكلمكم جد عرفتم شلون؟ بقول بادله في دلوي وبعدها سلمان ادل في منو اكبر عمر لا ما اجي لا والله اني ما اجي الا بعدكم كلكم بالدور خلاص نمشي نمشي في الدور انا مخالف يعني. السنه لا امشي من يمين اجل ادري عنك والله ما فانا اقول لكم شغله الاعتداد في النفس احنا عندنا مفهوم خاطئ اللي هو شنو الثقه في النفس ومفروض الثقه ما تكون في النفس تكون في الذات لان النفس جزء من الذات طيب الذات شنو تعتمد شنو موجود فيها الذات يكون فيها النفس يكون فيها اعتدادك الشخصي، انجازاتك، مخرجاتك في الحياه، ابداعاتك اللي سويتها، امر انت تقدر تستند عليه. اعطيكم مثال بسيط جدا. من الاشياء اللي حبطتني في بدايه دراستي ان انا ما كان عندي شيء اعتد عليه، يعني ما جيت وانا مثلا طالب متفوق في الثانوي ولا فكانوا اللي معي لما ينجحون اقول يا ولد لانهم كانوا زينين قبل، طلعت انا مخطئ.
بديت اصنع لي طوب فوق طوب طوب فوق طوب طوب فوق طوب طوب فوق طوب الين ما صنعت لي منزل اعتد عليه ولا شيء استند عليه. أيوة. وبعدها انطلقت. فحتى في الشعر الحين فرض اللي جيت انا ابي اعتد في الشعر اقول لا الحمد لله عندي قصايد زينه بس باقي امر واجد. بس سام لا جاء مثلا يقول انا عندي مثلا 40 شيء ناجح ولا 30 ما شاء الله تبارك الله. فيقدر يعتد على نفسه في الايام القادمه. فلذلك واحد من اعظم الاشياء ان الانسان يغير مفهوم الثقه في النفس بس الى الثقه في الذات. عرفت شلون؟ اللي هي مقسمه لاكثر من شخص. يصنع لي نفسه امر يصعد عليه اللي هو امر شخصي طبعا مو يجيب الانسان يصعد عليه لان هذا طبع الردي محشومين عليه يتسلق اللي يتسلق على الناس هذا ما هو رجل يعني. لكن الانسان يتسلق على انجازاته يحطها ويصعد عليه. فهذه من الاشياء اللي يعتد فيها الانسان. الامر الثالث والاخير بالنسبه لي اللي هو ادخال العاطفه في الامور اللي يجب ان يحكم فيها العقل. وهذه مثل ما قلت انا في الابيات شع الصبح عيني واهتدى البال وانسريت واهتدى العقل وانسريت عقب ما القلب غوى. فهمت عشان علمه الابيات طويله عاد حلو العقل ترى لازم عقلك يغلب على القلب. في الختام متى ما حكم العقل على القلب أصبح الإنسان مستقيما وسويا ومتى ما حكم القلب على العقل أصبح الإنسان يدوج في الأرض ويهم. أنا بعد أبو عشك بعد ما يخلص أبو عشك بضرب لك مثال صار معي. تم أسلم أبو عشك. أتكلم عن الموضوع بشكل عام يعني ليه الإنسان دائما يكون مكسور أو حزين أو متضايق أو شيء يخصك أنت أبو عشك يعني أنا بتكلم بشكل عام. أي شوف هو طبيعي الإنسان نسبة تراكمات ترى تصير معه هي اللي توصل إلى المرحلة هذه. ما راح يصل المرحلة هذه من أول مرة حتى كلب الأرض يعني يمكن تراكم على أشياء 5 مرات 6 مرات فينتج عنها اللي هو الإحباط اللي يقوله هو. فالشخص لا يستسلم ولا يسلم نفسه إذا صار في الدائرة هذه لا يسلم نفسه. يحاول أنه يعزز العمرة يحاول أنه طال عمرك يتدارك يحاول أنه يفكر يحاول أنه يعدل أخطائه من نفسه. فالشخص اللي دائم يجلس مع نفسه أنا ترى مرات أجلس مع نفسي صدق لدرجة أني أخذ والله وقت طويل أجلس مع نفسي وش صار معي وش سويت ليش سويت كذا ليش قلت كذا مراجعة الذات. يا سلام عليك ليش قلت كذا المفروض أني قلت كذا لقيتني كذا عرفت فأعدل لأن ما فيها الكامل وجه الله سبحانه وتعالى. فالواحد قبل ما يسلم نفسه وسط الدائرة هذه لأن ترى طبيعي بعض المرات من تراكمات تطيح فيها غصب بس أنت قبل توصل لها أو إذا وصلت لها حاول أنك تجلس مع نفسك تقول هذا ستوب تعال ليش أنا سويت كذا 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 عزز نفسك خلي ثقتك في نفسك عالية زي ما قال أبو شاكر الثقة في الذات. صدقني أنك بتتعدل وبتصير كل مرحلة بتواجهها بعد المرحلة اللي أنت سقطت فيها أول مرة بتكون أفضل من المرة الأولى لين توصل للمرحلة اللي أنت تشوف نفسك توب. واللي حنا نسميها عندنا يعني حكة العود. حكة العود. يعني حكة عود. حكتني الأيام في دروبها حك. يا سلام. صرت أتعلم من وراء كل حكة لين استوى قدامي الدرب ونفك عانيت في صعبة قبل لا أفك. واللي حياته كل بوها على سك ما هم ماشيني على كل سكة. والرجل لو زاد الحمل فوق هو ضك. يصبر على حمله ولو زاد ضكه يالله اللي تجلي الهم لا دك انك تدك الهم يالله الدك تحكمني الدنيا الحين وانا ما معي اك شلون اصن الوقت ما معي اك اك يا صاحبي اسمع كلامي هذا لك هرج صحيح وجاك من دون لك دور على اللي خوته ما بها شك اللي عزومه كفو ما في شك سلامتكم شراك صح الله يسعدك صاحب داك تفضل يا ابو تحطيم الاشياء اللي تحطم. انا شخص اللهم لك الحمد في فيني صفه ما ابدي يعني وش اكتم 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 خلاص اوصل مرحله اني اكتم تنفجر مليون الف موضوع بس اذا انفجرت يا اخي حتى على نفسي انا ازعل على نفسي تجر على عمرك اي اجيب العيد في عمري اني اكتم اكبت اكبت في داخلي وخلاص مشكلتي انه يطلع شيء في هذا الوقت واحد في وقت واحد. وانا انصح يعني كثير ناس اجلس معهم وانصحهم بس اني انا ما استفيد من نصيحتي اقسم بالله هذا الشيء اللي قاعد اني انصحهم انهم يبدون عن ايش؟ كانه يكتب في داخله. انا من الاشخاص اللي اللهم لك الحمد كل ما جتني الحاله ذي فضل ربي اني اخرج احاول اطلع منها باي شيء. تجاوز زي امس وقبل فتره قبل ادخل البرنامج صارت لي يعني تصير لي نفس الاحداث هذه اني خلاص اكتب في داخلي واحطم نفسي بنفسي واكتشف في داخلي اني
اقوى من الشيء ذا. امس كنت جالس يعني احس اني ماسك وجهي، احس ان سلمان عنده فراغ فارغ، وانا ادري في داخلي واثق في نفسي اللهم لك الحمد. فجاه يا ولد تغيرت نفسيتي بوشو، جالس لحالي اخذ يوم اني معكم، والله اني جالس معكم واني اهوس افكر وش اسوي وش اسوي. انا لازم اصنع لي شيء يعني يغير مزاجي، يغير من الاشياء اللي انا فيها، ابي استانس يا اخي. انا من الاشخاص اللي اكره اني اطلع في الشاشه وانا زعلان، وهذه من الاشياء اللي ضايقتني مقفل الغرف، اني صرت اطلع وانا زعلان. فقمت وشو؟ طلعت علي اللهم لك الحمد الفكره ذي اللي جاتني من الله. وانا انسان احب افكر خارج صندوق، ما والله العظيم مو بمدح بس كذا احب، ما احب اسوي شيء مكان. فطلعت علي الفكره وانقز على طول للسياره، قلت لهم اعطوني سيارتي عندي دخولي. فغيرت من نفسيتي. فالحكمه من الكلام هذا وشو؟ انك انت يا الشخص بنفسك تقدر تسعد نفسك، وانت يا الشخص بنفسك تقدر تحطم نفسك. صح، ولا تكتم في داخلك، ها، واسعد نفسك بنفسك، طلع نفسك من لا تنتظر من لا شيء، ايه لا تنتظر احد يجي يطبطب عليك انه يقول لك. بس على كلامك تهديد مرات ينبلج وجهك او اشاريرك لا شفت شخص لك مستانس ولا مرتاح. يعني في عز الضيقه مثلا يوم من انا تضايق تحيل جوني بسام وسلمان، اقسم بجلال العظيم كانوا يغسلون على صدري، اقسم بالله. فالناس اللي حولك يعني خاصه في الامور الشديده هذه لهم اثر نادر بعد. نواف الشباب كلكم يعني معجب. فهذه الفكرة أن الناس اللي حولك لهم أثر عليك بشكل إيجابي. إيه، فالأشخاص بعد طرى كلامك أن الناس حولك، طرى الأشخاص الخماسي المرح اللي في فلاش باك أمس تكلموا أن سلمان يقيد العالم. أنا أضعف محطة طيب سبيل الله. أنا أمس مجلس مع نفسي يا أخي، أنا بجلس مع أشوف العيال أقدر أروح أجلس معهم، أنا أقدر وأجي وأجلس معهم أخوياي وعلينا، بس أنا ما أبي يا أخي مزاجي غصبه ودك أبي أجلس. إيه بجلس لحالي يا مستمتع جالس بصانع ريالتي لحالي وأرسم وذا، يعني 6000 مليون في برنامج واقعي، اعرف اقدر حالي واصنع ريالتي والى اخره. فالمهم علي من الكلام ذا انك انت يا شخص اسعد نفسك بنفسك، طلع نفسك من الضيقه ولا تنتظر احد يجي يطبطب عليك. ممتاز، معليش اني طولت. لا ما عليه، اسلم يا ابو سعد، شكرا على كلامك القيم اخ. الضيقه، الكابه، تعكر المزاج، هذه تمر الجميع. واذا ما مرتك ترى ما تستاهل. لا تحسب ان حياتك كل بوها وناسه. انا شخص لو جاتني الضيقه ترى ما تراكم واحده اثنتين ثلاث ملايين اخليها، واتحداك اني اروح لاحد اقول له ترى فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا. قبل البرنامج لو جاتني امسك خط افرغ اللي في صدري واعود. هنا كل ما جاتني اقسم بالله ان اي ضيقه تجيني اني اتوضا وراح اصلي الوتر يا رب لك، راح اصلي ركعتين، ما اظهر من محل انا صليت فيه اللي راح خاطري نفس امس خاطري من شرح امس. ما ادري من اللي شافني امس جاء اكل الليل ضيق لي موضوع برا، واقوم اتوضا واصلي ركعتين واطلع لا يا خاطري من العائله وعين العائله يلعبون والعب معه. لا تحتري على ما قال سلمان، لا تنتظر من احد انه يجيك ويقول استانس، او انه يجيك يقول لك يا ولد وش فيك وش في خاطرك. لا تخلي الناس عليك ضرب في اي شيء كان، حتى لو فيك ضيقه. ادري انه ما جاك الا من اخوه ومن رفقه ومن معزه وتقدير، بس لا تنتظر يجيك، لانه اذا شافك متضايق بيتضايق معك. هو عنده همومه وانت جيت عنده همومه. مثلا بسام شافني متضايق جاني، بسام ما عنده هموم مثل همومي، ما عنده ضيقه، ما عنده، ترى هذا مثال ولا كل ابوك ما فيك مسؤول. فانت بتزود على همومه همومي، ولا اقسم بالذي لا اله الا هو ينكرها على الضيقات اني ساير العالم ما ادري وش العلم. ضيقات في العالم كله بها، فلا ضاقت بك لا تلتجي الا على الله سبحانه. هذا هو الموضوع، لا تلتجي لاحد انه يفرج عن صدرك، ترى ما يفرجها الا الله سبحانه. انا اخرج لي يا اخ بقدونس اذا بترد علي مو حلو. لا انتظر ضحك عشان وين؟ لا لا كنك حلاوه خالص. هذاك يسمونه ذاك اللي ما ادري بستاشو. بستاشو بستاشو يعني كانت واقفه بس بدون تاشو. بس بدون تاشو ابو شاكر كانك صارت ويندوز. ولا يهونون العيال ولا تصل. اقسم بالذي لا اله الا هو ممكن تفكر عشان اشرب يا مره من المرات انا ضاقت بي ريجي تراكمت امور واجد
طق سلف موتري وسري قسما برب البيت اني مبعد عن بيتنا فوق 320 كيلو. اعوذ بالله. اني ما ادري وين في. ويوم جيت المحل ذاك حتى ما ادري وش مروحني خلاص. يا ولد والله انه من يوم طقيت سلفه لين وصلت والدمعه ما وقفت. يا ولد وفك اللي في صدري كلبوه ويجيك مدير. والله اني في الدوادمي استرجع مستان. والله اني من الدوادمي والله اني واصل من الدوادمي واني ادور من فوق تحت. يا ولد فك اللي في صدرك في خط تروح ولا مره مره روح لك في زاويه ثم طنن بالصياح طنن بالصياح لين يطيح اللي في صدرك. انا ايش لا هوجس المتاجر. يلا تفضل. اه بالحصانه اوكي ان شاء الله من نصيبك. لا بخلص شهر روح شيء تنتقل قريب من هنا لهنا. لا لا بس انا اتكلم لان على على الدروب هذه إيه؟ انا قبل قصيده طويله طبعا حيل فانا اقول ما عاد تشعفني طوال الشباريت بديت احس ان كل خطوه خطيه. إيه؟ الله يسقي مورد على هيت واقلع همومي فيه مقلع طمية. واقلع همومي فيه مقلع طمية. ليت لا بليت واقلع همومي فيه مقلع طمية. الله يسقي مورد على هيت واقلع همومي فيه مقلع طمية. الوكاد قصايد تعال لسانك ابو شاكر رجال قدر الخطوط المسائل. ابو سار ابو سار اسلم وانا كنت بقول ايها من غير قصور من كلامك كله صح لكن عجبتني كلمة مو بعجبتني ديدن دائما اقولها قدم العقل على العاطفة. انا عندي الف موقف اللي مر علي في حياتي فكان يا العقل يا العاطفة فدائما ادعس على ابو العاطفة على ابو جده ومش بالعقل هو اللي قديك صدق اما كل واحد له طريقه فتاكوك اللي داخل انت عاطفي انا دائما لا تعرفي ابدا غير عاطفي جدا اي موضوع في عاطفه في عقل لا والله العقل أنا كثير مواقف صارت الشاهد طول العمر انها لا اله الا الله يوم ايه في ناس تجيهم كتمه وضيقه وغلقه وموضوع اجي اقول له تكلم طيب لا جلست عنه عشان استرسل تسلم انت عاد مو تسترسل مشكلة شيء يضيع يضيع ما عليه مو تسترسل نص ساعة مش راب تسلم اي فاللي جاتك الضيق انا اقول تكلم انا ما اتكلم انا لا يمكن اتكلم حلو بس اقول لك تعال تكلم يا سلمى عادي انا احيانا اسوي شيء واعرف انه مو صح بس كل واحد له كاركتر معين انا ما اقدر اتكلم لكن سلمى تعال تكلم انا بيجي لك واحد عبد المحسن يدبك ذبك عادي وتنفجر ما له ذنب تلقاك تراكم زي ما قال الرجال فلا لا اله الا الله قصدك ان انت ما تقدر تعبر ما اتكلم ما احب اتكلم طيب قبل الله هذا أنا ليه انا واحد اكتب علمني ليه في كل واحد له كاركتر زي ما قلت انا ودي يعني اسبابك هل انت ما تبي الناس تمسك عليك ما امسك عشان احنا نتعلم لا طبعي انا كذا ما احب اتكلم بصر فانا كنت بصرك ما في جلالي ما في حد برا برنامج في مساحه كبيره ادق سلف اروح ولا تقوس زي ما قلت لهم كل واحد له تقوس امس في اليوم أو أمس الصبح أو اليوم الصبح المساء سيري يقول تعال أنا مشكلتي إنه إذا نفست ولا هذا يبين على وجهي على طول كان يقول يا أخي والله ماني بصوبك أقول يا أخي ما أبغى أتكلم يقول أنت ما أبغى أتكلم وأنا أعرف إني لو تكلمت كلمة واحدة على موضوع فلاش باك أمس كلمة واحدة ينحل الموضوع شوف منضي لكن عندي قناعات عيني حمرت جايبك جنة لكن عندي قناعات أنا ما أتكلم في أمور ما أحب أحد يعرف عنها في أمور مثلا ما أحب مثلا سناب وتويتر الشاشات تدرون عنها فكل واحد له قناعته العقل على العاطفة تفق مليون في المية لأن إنسان أكتم عادي جدا أشياء أعرفها لو أقدر أقولها ممكن تأكدون مليون في المية معي جوال يعني لكن ما أبغى أقولها يعني أنت كتوم جدا والله شوف أنا يمكن ما كان حاضر أبو شاكر حلو أنا آدمي لا تراكم علي في أسبوع شيء ولا تراكم علي في مدة انفجر على سبب يمكن تافه خذ راحتك انفجر على سبب بعدين اذا انتبهت له يكون تافه حلو فهمت علي تافه يعني امس صار موقف انت ما كنت حاضر موقف بسيط يعني صرت على من اقرب الناس لي في البرنامج عبد المحسن تخيل والله لا حلف انك بخطي بقول لك شغله اي صرت على من بعد اللي انا وياه بيني وبينه دايم بناقره والضحك والوناسه هادي وصلت على بدنا انا تخيل ثلاثة كلهم قراب اي يعني كلهم قراب بس يا اخي ابعلمك في شرح بسيط شفت الاسبوع اللي فات ثلاثة من اخويانا طلعوا وانت ما كنت تدري بوضعك انت راجع انت جاي ف
فهمت علي؟ فبعدين يوم كذا مو بلما صحيت، لا يوم جاء وقت الكبسة تذكر، فهمت؟ والله أنا قاعد تطري عليه، ليه؟ ليه صار ذا الانفجار؟ بس تعرف اللي هي تراكمت، هي انصفقت من أسبوع. طبعا ما يحتاج أقولكم إن أبو عيد خوي برا البرنامج أصلا، فهمت؟ فطلعت زود بعد، فهمت اللي أشدنها كسرتني، فهمت علي؟ ولا قصور في سعود ولا قصور في مفرح. يوم تراكمت علي ذي كلها وجلس هنا، ما أدري إيش اللي صابني. يعني أنا دائما يقاطعوني العيال وعادي، دائما أنا أقاطع مرات، فهمت؟ عادي موضوع. أمس على شيء كذا انفجرت، فهمت علي؟ وهذا مو بنا والله، والله العلي العظيم إني دائما يعني برا البرنامج أقول لك لا تضايقت. أنا من الناس اللي لا ما أمسك خط ولا شيء، أنا أروح هرول. تهرول؟ أروح هرول يا أخي. أجاك اليوم تضايق والله العلي. والله العلي العظيم إني أهرول. شاش ليه بقى تعزز؟ لا والله بشيلك من أنا ما عليه ثاني والله. عد عد بالله تكفى عد. أقول لك إن أنا لا ضايقت أهرول، فهمت علي؟ إيه أهرول راح تضعف كذي. أول فهمت علي؟ فهذا كيف أقول لك، هذا طبع فيني أصلاً. يا رب لك. ولا تلقاني مثلاً عندي مكان قدام البيت على الطريفة هذه، تحسون إن فعلاً الرياضة تقلل الهم. نعم. يعني وأنت مستضيق دق عليك عند ربك قال تعال نبيك باك يسار. نعم. فهم تجي على طول. طبعاً أقسم بالله أنا لاعب. انا العب صدمني. انا لاعب لاعب يعني يلعب بش اسمه انا ماما يلعب. انا كنت بش اسمه انا عاد خوي ترى لاعب نادي الشباب الحين بالله. يعني العب سوا كنا في بدايه البران. اقول اسمه انا وتركي العمار. اي تركي العمار. لا والله شوف انت تقول اخذ افضل لاعب. تعرف اسمه؟ تعرف الصوره الحين باخذها؟ تعرف الصوره ذاك اللي صور مع محمد صلاح قال صور مع صلاح يلا صور. قال لا انا مع الرجال اللي كان يلعب مع تركي العمار. لا اخوي من قبل نظامه كذي. انا بالشلوب لحقت عليه. ايش دعوه؟ كان معي مراحل سنيه. ايش فيك؟ والله سوقك شفت على الطريق. شفت اخوك حلق قصير. تدري على كلامك ذا صدق. لو واحد يناديني يا ولد جيت بالكويت دم. لو واحد ينادي فهمت صدق وانا متضايق كوره بادل تنس ارضي بعد فهمت كله عادي. اي لعب انا العب فهمت اللي هاي تفرغ طاقة أصلاً. حلو. تلقاك بعدها مروق. أي والله الرياضة. أسلم أبو حيا. والله أنا اللي أضقت أمشي. حلو. ماشي ما أظهر والله ماشي. أروح. تسجد. والله السباري. ما عاد تشافني. خلاص أمشي أمشي. والله أني بعض الأحيان يقطع لي كيلوين ثلاثة أربعة. ما تفاجأ لأني زد حليت الأمور زد حليت الأمور زد. بنفسي. بس زد. نفسي بنفسي. زد رصيد. عني إن صارت مشكلة رحت ومشيت. سلام. بس في الخلا أنت الحين أبو. إيه. مو في الشوارع. أحلها ودية. تعرف كيف بيني وبين نفسي. سلام. يعني مثلاً أخطيت ولا مخطى علي أحلها بيني وبين نفسي. ما انتبه لي خلصت الموضوع إلا إني ديرة والموتر ديرة والعرف ديرة. أعود يوم أعود يوم نتعب خلاص أزيد هلكت. من كثر المشي. لكن يوم امشي ما عاد ادري عن نفسي. عاني حرج نفسي. احاسب نفسي وش سويت ما سويت. ومحاسبة النفس انا اشوف انها شيء اساسي للشخص. يا سلام. انك اذا حسبت نفسك على كل شيء. ما اقول لك انك تحاسب نفسك على كل شيء صار في حياتك، لكن في شيء معين. في حدث. في خطا حصل منك انت. حاسب نفسك اول شيء. شوف انت على خطا ولا على قدر. يا سلام. كانك على قدر. شوف الامور اللي عاد تيسر لك الامور الباقي. وان كانك على خطا راجع نفسك. وانت ترى عندك شيء مختلف ان في سجتك هذه تقدر تكتب شعر. وانا صح. يعني كنت اشوف دائما يعني انا بالنسبه لي 90% من قصايدي اللي كنت اكتبهم اكتبهم صح. من غبن ولا من ضيق. والله العلي العظيم ان كل ما تضايقت كتبت الشعر يما هيض ولا غير. والله العلي العظيم يعني امس يوم بغبنتي بالصبح بالمع والله العلي العظيم ما عتق حزني الا القصايد. سلام. القصيده اللي انا كتبتها اقسم بالله انا صادق. طبعا نادوني يحسبون عندي متجر بسيط. طلعوا ناسين ما عندي متجر. لا في بورصه اليوم. ايه اللي عنده متجر الحين بورصه. ايه اللي عنده متجر اي بعد روح شوف. يلا بس اسلم عبد الله. روح خذ راحتك خذ راحتك روح لا 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 هنا والله هلا روح ما عاد ابي ادخل شيء روح ولا شيء روح اسكت اسكت سيبك روح
يا اخوي ما ابي اضيف منتجات يا اخي خلاص بتجري زين حقك. امانه يا طويل العمر والسلامه. انا والله ما ادري ايش كان سؤالكم بالضبط لكني فهمتها من السياق. انا والله لا لاني اخب الا اذا زعلت ولا اني امشي. سلام. انا اذا ضقت ارقد. الله عليك. يا سلام. كيس نو. اي والله اذا ضاقت كنت عندك زره تشغره. اذا حاسس اني راقد. والله اني احيانا اضيق ارقد 13 ساعه 14 ساعه. ترى النوم ترى. مع ان انا ترى نومي ما هو واجد. انا انام في اليوم 5 ساعات 6. اني اشوف ما شاء الله. الين جيت الرياض. قلت نوم. اقسم بالله انه يجي فيها نوم. عجيب. نوم مو بعجيب الموت. يا سلام. المهم. فاما من ناحيه الهموم اذا جتك انا اسولف انا وسلمان قبل يمكن اسبوع. حاول انك تعطي كل موقف حق. اي هذه كنا نسولف. الموقف المفرح افرح. صح. الموقف المحزن حتى لو انه بسيط اعطى حقه. لا توفر ولا تحطها في صدرك خليها في صدرك. لانك تكتم الى متى؟ يجي يوم يجيك موقف صغير توفره. هذا غلط. اذا جاك موقف اعطى حقه. أكثر الناس اللي يجيك سليم قلبياً وسليم نفسياً وسليم في علاقاته يجيك الشخص اللي يعطيك كل شيء حق. يعني حصل موقف مزعلة مع سلمان مثلاً لو سمح الله تزعلت أنا وياه. ما أدري عليه. إيه والله الشيطان ما يخش بيننا لا أفقع وجهه. أقسم بالله من الشيطان الرجيم. إنه نعطيه حقه. أتشاكل أنه سلمان خلاص أحل المشكلة في حد وقتها. بس ما أخلي شيء في صدري. نطلع أنا وهنا أنا وسلمان نسلم على بعض وماشي معنا. طيب. حصلت ما يطول عمر السلام مثلا موقف لا سمح الله مشكله خساره ماديه فشل دراسي اعطي الموقف حقه. انا اعرف واحد من الشباب الله يستر عليه كان يفشل دراسيا يحمل ماده يقول عادي 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 الين صار مرحله الناس خرجوا وهو قعد بعدين صار عنده نفسيه. والله اي والله ما لومه والله. يعني شوف هو لو انه اعطى لو انه اعطى حقها اول ماده حملها لو انها اعطى حقها وقال له والله انا عندي اهمال وعندي كذا يعني استشعر الموقف كان مشت امور ما يعني ادرك الا بعدين. ايوه لكن في البدايه كان يقول لا يا رجال عادي بتمشي الامور بتمشي ما اعطى كل شيء حقي. انا اقول لك شغله بسيطه ايش هذا اللي انت تقول له اعطي انا والله اعطيتها حقها اول ماده حملتها لكني الترم اللي بعده حملت 4 مواد والله العظيم. هذا والله انه دليلك ما اعطيتها حقها. والله اني اعطيتها حقها وذاكرت الموقف حقها فهمت. وبشرك طلعت يعني من الجامعه حامل 9 مواد بس ما ادري كم شو حامل 9 مواد معدل 3.50 هذا يا طال عمر سامي. كيف حملها طيب؟ والله حملتها في ترم واحد حملت 4 مواد، الترم اللي بعده يعني تحملها اي تخرجت خلاص. ممكن حاملها الحين لا يا رجال انا حصل لي موقف زمان وانا صغير. انا احسب انها اشتريها شلون؟ من الجامعه هو تحمل وتمشي احمل تعيدها تعيد سنه لا تضحك يا وصف ما ادري عاد عاد طيب ليه تكرر الموضوع؟ اذا ما اذا بعد البرنامج ما دخل جامعه انا ما ودي والله فبعطيكم العلم. هذا كنا اول عندي ترى نقطه بعد موضوعك. اول فشل مر علي في حياتي ايه كنا يا طويل العمر والسلامه انا واخواني نروح حلقه تحفيظ قران ممتاز في العصر وكان عندنا ورق يعطونا اياه الشيخ الف يعني حافظ ممتاز باء جيم دال هاء. المهم ما شاء الله تبارك الله اخواني يحفظون والله ورحنا للحلقة وكل اخواني الف 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 وانا اخذتها يوه ايوه رب الكعبة. يعني انا طبعا ذاك الوقت يمكن عمري 4 أو 5 سنوات انا عادي في الصور الصغار بس ما احفظ زين والشيخ يعطيني هاء هاء ايوه ما احفظ زين اي والله في الصور كلها في جزء إيه لا لا هو كان ذاك اليوم هو كل عصر حلقة تمام السورة اللي عندي ذاك اليوم يعني كل يوم يقيم سورة البينة كل يوم يقيم استغفر الله عندي بس نقطة مداخلة بسيطة على الموضوع استغفر الله كنت اروح تحفيظ القران عشان رحله اليوم الاربعاء الصبح وقت تجي من الغرفه صيد الرجال. المهم انه سوره البينه طبعا من الصور اللي مزيه بمسكها عشان لا جاب شيء اسمع اسمع سويت لا ولا شيء استغفر الله وانا صغير كان عمري 10 سنين استشعرت الموقف يوم رحت سويت لك كذي يعني اسكت يوم رحت لابوي وامي الله يرحمهم الله يغفر فاعطيتهم الورقه الله يرحمه طبعا امي الله يرحمها ما كانت تقرا وتكتب بس انها تعرف ان في خطا اخواني كلهم الف الف وانا في شيء مختلف عرفت ان في مشكله الله يجعلها من جد الله يرحمه الله يرحمه قالت لا اله الا الله طبعا بعد الحلقه في لعب كوره اخواني كلهم قالوا روح العب كوره عبد المحسن يلا اوه عاد كسره وانتكاك والنفسيه لا اله الا الله يا رجال اقسم بالله اني تمنيت ذاك اليوم ان
ان كذا عقلي يفتح ادخل صوره البينه. انت الحين انت الحين اعطيت الموقف حقه صدق. اي والله اعطيت الموقف حقه. ما في كوره هو بصراحه يا ولد حزنت ومن بعد اللهم لك الحمد الحفظ هذا عندي طيب. رقم واحد والله اطلع ارجع من المدرسه اخذ المصحف وحفظ. زين سؤال قبل لا تقولون هل عندك حاجز خوف من قراءه البينه الى الان؟ اي والله بذمتك أيوة. والله اني معه والله اني طيب والله اني معه اتحدى حتى أنت. اذا قدني اختم القران كنت امام مسجد اذا جاء ختمه المصحف سوره البينه الركعه اللي في سوره البينه والله ما اقرا ما اطلع اني اعرف اني بخطي. هذه ترى الدرب ايش اقول لك اليوم عندي نقطه بس خلي خلص فهد وبقول قول لا اله الا الله حق. انت ذكرت لك اول نقطه اللي هو شنو عطى الموقف حقه وتقول لي نفسه سليمه وقلبه سليم دائم تلقاه اللي يعطي الموقف حقه. نعم. طيب هل تشوف ان اللي يعطي الموقف حقه هذا صريح واللي يتعب مجامل؟ اتفق فيها 100% اللي مجامل اللي مجامل لها سبب. نعم اللي يجامل هذا يتعب نفسه يرهق نفسه يجامل الى متى مجامل لا احد يجامل منه يجامل على حساب نفسه. شوف في مجال انه هو اول يقول شان هو انا اقول اذا جتك مواقف عطى الموقف حقه يعني مشكله بينك وبين سلمان تعطي الموقف حقه. سلام إيه يعني مثلا كلمه جتك الحزن اللي جاك مثلا لا سمح الله مثلا مر سلمان سلم على رجال ذولا وسقط سهم ما سلم علي يا اخي ايش فيك انت تخصنع معي انت ايش فيك انت فيك كل مثلتك سلمان عين حمراء عين بيض ايش فيك طقم انت عين حمراء عين بيض نادي واحده طقم انت ولا شنو ايش فيك تيشيرتك تقول لحميه ايش فيك والله يعني شايف تيشيرتك ايش فيك تيشيرتك تقول مسمار لحم مشاكل استلمتوه يعني شوف علي عسى انت احملها في صدرك ان شاء الله الين تنفجر. شوف انت عانك الحين تراك انت الحين تحمل في صدرك بعدين انسحب يا ولد تيشيرتك ايش فيك علي عسى والله خليها بخاطر جاهز الضحكة تيشيرت اخضر ملعب كوره انت ايش فيك نحط لك العماره هني خويه اسلم 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 يا حمر العين اسلم عليك زود انا فداك خلي من العرب اللي انا فداك اسلم او لازم يكون في فاصل كمان النقطه هذه نقطه انك اعطيك كل شيء تكفى عطى حق هذا كان كنت ديوانيه تبص له وقف حبيبي ايش فيك تيشيرتك تقلثه خلنا على اللحميه خلنا تبي واحده قويه شي تيشيرتك تقول خدك كذا حمرت من الشمس لا قوات لا الموضوع جدي يلا يلا تدري وش اللي خلى عبد المحسن يقول كذا كنا نتكلم جيت انا عبد المحسن والله اني استشيت انا عبد المحسن طلع كل شيء حقه قلت يا ولد انا اخاف اني اعطي الفرحه اكثر من حقها لاني سمعت شخص يقول واحد جاني يقول سلمان انت تركت تزودها في الفرحه تنبسط كذي قلت يا ولد خليني انبسط قال لا مو بزين اختلعت انا السلام عليك خطا لا الفرحه انا ما عندي مشكله افرح استانس اضرب الدنيا عرض لكن في الحزن لا تعطيها اقوى من حقها ليه؟ انها بيضرك او نافعك. انا اقول لك المقوله الحزن بزياده بيأثر عليك انت كشخص بيأثر عليك انت كشخص طيب بيأثر عليك سواء نفسيه او حتى يعني مع العلاقات حتى بس مع العلاقات. يا سلام تجي اليوم انك داخل مكتئب تأثر عليك تمل منك صح خلاص رجيت تبى تونس تبى تطلع فيه منك محزن. اي أيوة والله مره مرتين ثلاث بيجاملوك يقولوا وقت خلاص وكنا منه ضيق عليك. انا اخالفكم الراي بصراحه. الزكاه شنو تعريف الزكاه؟ زكاة المال هي مثل زكاة المال هي تطهير للمال نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى من شرع هذا الأمر هي تطهير للمال. يا سلام. فيعني في بعض الأشخاص سموه وكأنها يعني تنظيف المال بشكل عام أو تطهير. أنا أشوف أن الحزن عبارة عن زكاة الفرح. كل ما فرحت زيادة لازم تزكي في الحزن. لازم الإنسان يجربها. الأيام ما هي كلها بيض وسمحت بيض. بالله. لا فرح تعرف ان في حزن بيجيك. عمر بن الخطاب يعني في معنى احد اقواله يقول كنت اتوسد الارض. هو رجال يقدر يتوسد حرير لكن يتوسد الارض لانه يعلم بان النعمه زائله. احد حكام العرب السابقين يقول كنت اتعمد امشي في الخلاء حافي في عز الشمس لان ادري في يوم من الايام راح تزول النعمه هذه وفعلا زالت وانتهى. فلذلك ان الانسان يجرب الشده حتى في وقت الفرح أو أنه ما يفرط في فرحته. الإفراط في الفرح بينعكس عليه حزن شديد لأن الأيام هذه هي زكاة بعد الأيام الله سبحانه وتعالى يعني شلون يقول لك أيام الدولة بين الناس يتداولها بين الناس و من طبق إلى طبق
سوره الوكاد ان الايام يعني يوم فرح يوم حزن، لا تفرط في هذا ولا تفرط في هذاك. حتى في احد الاشخاص سمى قال الحزن ضيف ثقيل، قلطه وضيفه لكن لا تخليه بات عندك. هو ضيف ثقيل قلطه وياخذ كرامته، الله يستر عليك. لا تخليه بات عندك. انا اتفق معك في الفكره واختلف معك في المبدا. لا سلام. يا سلام اخي تشين هذا قاعد اقول لك والله من يوم لبست دي يا اخي احس يا اخي اني عندي تساؤل. لا بس اسمع خليني عندي تساؤل. اسمع اعطي موقف حقي. انا اقول لواحد ضيف في فرحه لي هو نفس ال هو والله كبد نفس الفكره بس اختلاف وجهه نظر. عشان اذا جت الفرحه الكبيره تقدر تفرح فيها بشكل لائق فيها. يعني مو معقول افرح فرحه صغيره يعني احصل مثلا في البرنامج احصل 200 نقطه افرح فرحه كبيره هستيري. ايش خليت مثلا 2000 نقطه ولا 5000 نقطه؟ عشان كذا اقول عط كل شيء حق. انا اقول لك اقول فرحه بسيطه فرحه بسيطه شو شو. فرحه كبيره فرحه بس انها ما تضرك اذا فرحت. اي بس انك انت تقتل فرحتك الكبيره عرفت؟ لا ما تقتلها هذا انا والله ما تقتلها والله ما تقتلها والله ما تقتل. يعني لكن عندي تساؤل عندي تساؤل يوم انك ذكرت اول ان اللي يمشي حافي وعمر بن الخطاب يمشي وسط الارض في تساؤل يمرني دايم لازم من كل واحد يسمع اجابه. هل تشوفون ان في العصر اللي نعيشه الان انها قلت الحكمه؟ عند الحين في المغرب ما عصر لا هو شفت انها قلت حلو حلو هلا اقرب تعال ترى في سؤال مهم امزح والله انا هردكم بالصدق لان من اول يعني في كل سالفه تلقى فيها حكمه في كل سالفه صح يدور حديث بيني وبين علي يوم تقول كيف قالوا فهد وعلي دار بينهم حديث طلعت منه حكمه يا سلام. لكن ذا الحين اشوف ان الحكمه قلت صح ضاله المؤمن بنسوي ضاله المؤمن ترى من عمر الدنيا. شوف الحكمه ضاله المؤمن من عمر الدنيا صح. فما بالك في الوقت هذا لنفرض الحين نظريه علبه ماي ثانيه نظريه ثانيه تمام. هذا البطل او العلبه الصغيره تخيل ان لها زرف من هني وزرف من هني وزرف من هني وزرف من هني وكلها قاعد تدخل فيها مواد سامه وفي ماي داخل. شلون تقدر تسكرهم؟ لازم تسكر هذا اول شيء بعدين تسكر هذا بعدين تسكر. طيب لو كان عندي انا زرف واحد سهل صح؟ الانسان عباره عن ماي ثانيه حاليا يعني تمام؟ صارت النوافذ اللي تدخل عليه الامور السيئه واجد صارت في الجوال في البرامج في التلفزيون في الصحبه في الناس فصار كل شيء تغير عليه. يعني الهجوم يجيه من كل صوب. قبل كان يعني قبل خل وقتنا احنا قبل قول وقت ابانا كان اذا بيمنع عن السوء يمنع من ربعه بس صح بس ربع هم اللي يجيبوا له يعني السوء اذا كان واحد مو زين البيئه اللي حوله بس ما كان في امر ثالث يدخل عليه او ثاني فكان هو اللي ينقل له المعلومات هو اللي علمه هو اللي فتخيل ان البيئه هذه قبل كانت بيئه الانسان اللي بيته الحين بيئه الانسان مو اللي بيته تلقى ثلاثة أو أربعة في نفس البيت لهجات مختلفة أفكار مختلفة صح كل شيء مختلف. ليه؟ هذا عاش مع بيئة مختلفة هذا تعلم من سناب هذا تعلم من اليوتيوب هذا تعلم معرفة فصارت كلها بهذا الشكل. وترى هذا ترى أمر ما هو غريب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستتفرق هذه الأمة إلى 73 شعب كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه وأصحابه أو بمعنى الحديث أي بالمعنى أن نهاية الحياة يعني يكونون عدد الأشخاص الغير مسلمين أكثر من المسلمين واجد يعني هذا في نهاية الدنيا ويبين على المسلم يكتبون عليه ويطلع في جبل. فهو إحنا قاعد نمشي في درب ما 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 استوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كل جيل عن جيل يخرب أكثر ما هو هذه هي سنة من الله سبحانه. فالواحد يجود بالعروة اللي ويجود المواثيق يحاول يقطع النوافذ هذه اللي قلناها. خليك زرفين فقط يعني زرف أول فاسد سلمان مثلا 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 ولا نقيس عليك إلا في سوء طبعا. لحظة وكان يبغى يقول زرف الثاني أنا لحظة إذا كان الإنسان مو يتهم احنا ما نستضيق من وجهك الرفيق أنت أبو سبع ريال إيه أنا ثانية كبير لذيذة يا عيال عاد أحد يقوم بسرعة ماي بسبع ريال أقوم بسرعة ماي بسبع ريال إي ذال كبير بالله إي يسمونه دب أبو سبع قابل تبغون أطول منك أصبر أبو علي تساوي بمر ليش هل تشوف إن العصر أصبر هل تشوف الحكمة هل تشوف الآن إن الحكمة إن قلت حكمة ما هو ولا لا أنت بيه بشكل عام بشكل عام حكمة الإنسان مجري
طبيعي. يعني الحكمه ما يعني الحكم ما تسمح الا من اول صح؟ اندرويد. يلا ابو علي تجاوز السؤال. لا ما تجاوزت بس لازم تجاوب انزل. والله شوف على بعض الشباب لا انا اقول لك الحكم اسمع يا اخوي على بعض انا لازم افهمك انا لازم افهمك الحين يعني الحكمه في العصر الحالي ما هي مثل العصر الاول صح ولا لا؟ صح. مش السبب الخلل بالكلام والله الخلل بعض الشباب تفكيره سطحي يا سلام حلو اسلم مسلم مسلم بعض الشباب استرسل انت لا تستانس عشان قلت كلمه استرسل بعض الشباب يا طويل العمر ماشي على المنهج مش ايش؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله المنهج اهم شيء الفكره المنهج والله يا ابو علي انت لو جبت بعض الشباب بتجي والله انت تجري تعال بجيبه اجي تعال بروح انا ها لا والله بجيبه اسلم ابو اخوي انقطعنا لا في شاهي لا في قهوه هذا طول عمر السلامة الحكمة أنا أشوف أنه موجود ولكن اللي نقص هو عدم استقبال الناس لها عدم قابلية الناس لها يعني أنا لو جيت أبغى أعطيك حكمة تقول يا رجال دز ما تعلمني عرفت فالمشكلة في الجيل الحالي هو قابلية للناس لتلقي الحكمة السلام نعم والله أنا أشوف أن الحكمة موجودة حتى أن أغلب يعني أنا أشوف أن أحكم الناس في الوقت الحالي هو أهل الصمت بيض الله فيك لكل شو اسمه لكل وقت فيه حكماء كل وقت فيه الحكماء اللي فيه سواء من الحكمة من الأشخاص أو الحكمة في الوقت يعني وقتنا اللي الحين فيه اختبارات ولنا فيه حكمة ولنا فيه موعظة ولنا فيه أمور فهمت تبين ما واجهوها اللي قبلك بعض الناس مواجهتهم لبعض الأمور فهمت ترى هي حكمة منه يعني قصدك يعني قصدك إنه في زمان ده الحين في حكم نعم في بس بقول لك نفس نقطة أبو صالح بعض الناس ما بالك انه ما يستقبل نصيحه فكيف ليه 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 ما ليه ما طلعت الحكم ليه ما طلعت موجوده يعني انت بقول لك شغله انت الحين عندك واحد من اخوياك ولو انه اصغر منك حلو انت بتستشيره مثلا في امور الحكمه ما يحتاج انه يعطيك كلمه كذا مصفصفه لا الحكمه تحتاجها فكره عقلانيه فهمت علي شيء يقنعك فيه فهمت علي وله فيها مغزى انت بتروح الواحد تستشيره في موضوع حلو ما عجبك تروح لثاني حلو لكنه يعرف ايش كيف يوصل لك الموضوع بطريقه معينه فهمت ويوجهك بالطريقه الاسلم وانت تشوف انه صح فهمت علي فهذه انا اشوف انه في وقتنا فيه الحكماء اللي فيه سواء انت حوله تلقى لك حكيم ولو انه اهدواه بضرب لك مثال على واحد عندنا في القريه تلقانا انا انت كلنا نروح له ما اتوقع ان ما في ولا واحد ما يروح تستشيره مثلا مره ونعم ابو علي بس انا اتكلم عن صالح البلوي صالح البلوي انا مثلا مرات اروح استشير الولد صح هذا مثال فهمت الناس ما صارت كما اقول لك اللي هو اللي عنده الحكمه حلو ما صار يعطيها للناس ما يبي يفرضها ولا يبي ما يبي يفرضها ليش خايف من كلمة أنت إيش دخلك أنت وش جابك لذا الموضوع صح ولا لا صح طيب فهمت علي فصار إيش لازم الواحد هو اللي يجي ويسأل يعني هل تشوف السبب يعني إن في 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 صار ما في تقبل ما في تقبل الحكمة إيه ما في تقبل الحكمة بشكل عام لا شوف التعميم بصفة إيش الجهلة أنا أتكلم لك بشكل إيش شوف بشكل خلنا نقول طيب النصف ببسط لك إياها ببسط لك إياها أنا وهي مثل المثل اللي اولها ما تخرج بفائده مثل المثل اللي اولها والحكمه اللي قالها علي مثل اللي يقول بمشي حافي بمشي حافي لان النعم زايله هو ما فرض شيء علي بالضبط ما فرض شيء علي لكن بدوا يتناقلون هالناس صح ليه لان الحكمه هذه تزيد ما تنقص من الرجال طيب بس بقول لك شيء واخذنا من منطق النصيحه ولا يا سلام عليك تقصد الحكم ما في حياه بحكمه ما في فرض جلست انا عبد المحسن وقال لي كلمه وعجبت انا والله بالكلمه ما تجلست مع هادي قلت والله ما جد قلت يا ولد وانا جلست مع عبد المحسن وقال 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 وقال, وقال. ما جد بدي اروح العايد لا ما مروح له والله ان حصل موقف بين عبد المحسن وفهد عجيب
حصل فيه حصل فيه كذا وكذا 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 وكذا، خلاص تنسب الموقف ذا من عبد المحسن. يا سلام. وتنسب من باب وش؟ انها موقف موقف طيب وفيه بعض من الحكمه. يا سلام. اللي من اول يتناقلونها زي كذا، ما فيها يعني فرض راي او فرض او فرض نصيحه او فرض ما كلام. ما اقول لك فرض، بشرح لك يا اخي. انت فكر في ان الزمن تغير اصلا، معطيات الزمن عندك تغيرت، فهمت علي؟ البيوت، الشوارع، حركة التنقل، طريقة التواصل، أشياء كثير تغيرت، فهمت علي؟ يعني بعض الناس عنده من الحكمة ما شاء الله تبارك الله، لكن ما له وسيلة في هذا الوقت إنه يوصلها. طيب فهمت علي؟ كيف ما في وسيلة الحين؟ مثلا ما في وسيلة، بقول لك إياها، هو مثلا سيء في استخدام الجوال أو سناب شات أو نتكلم كذا. طيب فهمت علي؟ ما عرف يوصلها كذا. طيب لا جاء مثلا في خلنا نقول في مجلس، فهمت؟ ما لقى له الوقت المناسب انه يذكر شيء من اللي عنده. مثلا جلس مع واحد، الواحد هذا ما القى له بال، فهمت علي؟ في نطقه، فيه البعض والله مخفي حكمته، فيه البعض لا مظهرها، فيه البعض ما هو بعارف كيف يظهرها للعامه لكن مظهرها لخاصته اللي هم اهله واقربائه واصدقائه، فهمت علي؟ ففي كل زمن لازم فيه حكمة، ولكن تتغير الوسائل والسبل توصيل الحكمة، سواء كانت بنصيحة، سواء كانت بفكرة، سواء كانت بمعلومة، فهمت علي؟ تستند عليها. حلو. يعني أنا بقول لك شيء مثلا، هذه معلومة ما هي بحكمة، ولكن أنا خذيتها حكمة وأساس في الإعلام، سمعتها من عبد الله النديفر. شو يقول؟ الإعلامي الناجح من هو؟ هو المعد ثم المعد ثم المعد. وضحت لكم صح؟ طيب هذه هل هي أساس تشوفها ولا لا؟ تشوفها صحيحة 100% ولا لا؟ فهمت علي؟ الحين أنا نقلتها لك ونقلتها لعبد المحسن، حلو؟ بعدين عبد المحسن بيتذكرها كمعلومة راسخة وكايش؟ شيء يمشي عليه. صح. فهمت علي؟ الحكمة تغيرت، ما هي مثل اللي قبل، اللي قبل لهم إيش؟ لهم طريقة مختلفة، والآن لهم طريقة مختلفة. فهمت المقصد؟ ولا الحكمة موجودة والناس موجودين للحكمة في كل زمن، ما في زمن يختفون منه حكم. فهمت نقطتي الحين؟ وضحت لك بشكل عام؟ مضبوط. لكن في المشكلة، المشكلة المحددة. اي انا بيفهمها. المشكلة المحددة هل هو عدم تقبل المعلومات او تناقل الحكمة، او المشكلة في الوسائل؟ شوف في كلها تداخل التواصل الاجتماعي، تداخل الحداثة. بقول لك شغلة بسيطة، الآن صارت فيه مشاكل ترابطية. شفت الثلاثة اللي أنت قلتها؟ طيب. وسائل يعني في بعض الوسائل مثلا ما ينجح فيها مثلا إلا الواحد اللي معلش بس بدون هدف. في بعض الوسائل ما بيحدد شيء، في لا وسائل ينجح فيها صاحب الإيش، صاحب المحتوى الإبداعي ولا المحتوى السردي ولا المحتوى، فهمت علي؟ بمحتويات مثلا محتوى الحكمة، مثلا لو واحد كل يوم يجيك بالطريقة القديمة انه يلقي حكمة، اليوم عندنا حكمة كذا، ما صار في احد بيتقبلها زي قبل، فهمت علي؟ طيب. عكس لما تجي ايش؟ في طريقة سالفة، عكس لما تجيك في ايش؟ طريقة سرد كذا، ما مختلف جدا. استرسال يعني؟ اي لا غير الاسترسال، اتكلم لك ايش؟ في طريقة معينة يعني تكون حكمته في محتوى ابداعي، مثلا اتكلم لك في مشكلة الوسائل، فهمت؟ يحط الحكمة في داخل مثلا سالفة معينة وينقلها للناس بطريقة، فهمت؟ طيب. تطلع لهم بمحتوى إبداعي وفي حكمة، خلاص